الطبيعة نعمة الله البديعة بما تحويه من نباتات وحيوانات التي تعيش في الغابة أو في الصحراء أو في المروج الخضراء. حاول الإنسان أن يزرع النباتات ويربي الحيوانات التي سنتعرف عليها في رحلتنا التي ستبدأ بحديقة الحيوان. لقد وصلنا إلى حديقة الحيوانات، هيا بنا لندخل ونتعرف ما بداخلها. يوجد نمر وببغاوات وفرس النهر وقرد وتمساح. إنها حيوانات جميلة، هل يمكننا أن نربيها في المزرعة؟ بعضها أليف يمكننا أن نربيه، وبعضها الآخر مفترس وهو أصلاً يعيش في الغابات التي ستكون وجهتنا الثانية في هذه الرحلة. هيا بنا. والآن سندخل إلى الغابة وسنتعرف إلى النباتات والحيوانات التي تعيش فيها. تعيش في الغابة نباتات كثيرة وكثيفة كشجر البلوط وشجر السنديان وأيضاً السراخس، وحيوانات متعددة كقردة الجيبون والنمر وطيور التوقان التي تتغذى على ثمار النباتات. والضفدع الصخري الذي يعيش في مستنقعات الغابة. ودب الشمس الذي يتسلق الأشجار بحثاً عن غذاء له. وحيوان الكسلان، ونشاهد أيضاً طائر الطنان الجميل مبدع الألحان. كانت رحلة ممتعة ومشوقة داخل الغابة، إلا أني لم أرى جمالاً ونبات الصبار. الجمال ونباتات الصبار لا تعيش في الغابة، هي تعيش في الصحراء التي يمكن أن نشاهد فيها أيضاً الأفاعي وحيوان الضب وثعلب الصحراء ونبات الزعفران والشيح. والآن هيا بنا إلى المزرعة لنتعرف النباتات التي يمكن أن نزرعها والحيوانات التي يمكن أن نربيها. ها قد وصلنا المزرعة، يمكننا تربية الأبقر والأغنام في المزرعة، ويمكننا أيضا زراعة البصل والفول والخس والأشجار المثمرة كالزيتون والتفاح والدراق. في المزرعة توجد النباتات التي يزرعها الإنسان، وأيضاً الحيوانات الأليفة التي يستفيد منها. هذا صحيح، والآن سنلعب لعبة التحدي، وهي معرفة اسم الحيوان والمكان الذي يعيش فيه من خلال صوته. إنه صوت النمر ويعيش في الغابة. إنه صوت الفيل ويعيش في الغابة. إنه صوت الماعز ويعيش في المزرعة. إنه صوت الكلب ويعيش في المزرعة. إنه صوت الثعلب ويعيش في الصحراء.
إنه صوت الحمار ويعيش في المزرعة. إنه صوت الخروف ويعيش في المزرعة. إنه صوت القطة وتعيش في المزرعة. إنه صوت الغزال ويعيش في الغابة. إنه صوت الأرنب ويعيش في المزرعة. إنه صوت الديك ويعيش في المزرعة. إنه صوت الدجاجة وتعيش في المزرعة. إنه صوت الصوص ويعيش في المزرعة. إنه صوت العصفور ويعيش في الغابة. إنه صوت الثعبان ويعيش في الصحراء. أحسنت يا رامز، والآن سأعرض عليك صورا لمجموعة من النباتات وأنت ستخبرني بالمكان الذي يناسبها. إنه نبات المشمش، نزرعه في المزرعة. إنه نبات الزيتون، نزرعه في المزرعة. إنه نبات التفاح، نزرعه في المزرعة. إنه نبات الخس، نزرعه في المزرعة. إنه نبات الصبار، يعيش في الصحراء. إنه نبات البلوط، يعيش في الغابة. شكرا لك يا رامز، لقد كانت رحلة جميلة وممتعة. تعرفنا إلى العديد من النباتات والحيوانات فيها. وأنتم أطفالي الأحباء، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا. إلى اللقاء.